احنا مستعدين كطرف ان نقبل بلجنة تحقيق برلمانية تشارك في عضويتها الهيئات الرقابية الرسمية المعتادة لمراقبة التصرف المالي لرئاسة الجمهورية، لأنه ما عندنا حتى شيء باش نخبيوه. بل أكثر من ذلك، الأموال الأمنية وضحت لكم بالأرقام أن الأموال الأمنية اللي هي مخصصة للجمهورية ولا رقابة قبلية عليها، كيف أن نصفها ينفق مساعدات اجتماعية للحالات المعوزة والنصف الآخر ينفق على العائلات الشهداء والجرحى مناصفة تقريبا. إن شاء الله الناس هذوما العائلات المعوزة والحالات الإنسانية وعائلات الشهداء والجرحى إن شاء الله ما زالت تطلبهم حاجة إذا كانوا وصل المنافس بتاعنا لقصر قرطاج.